فلسفة الفن والعمل فلسفة مهمة جدا، أنه كل إنسان يحمل ويمتلك جزء من الفنون لازم يعمل على أنه تكون هذه الفن اللي عنده، هذه الموهبة اللي عنده يقدر يمارسها دائما ويقدر يكسب منها عائد مادي حتى يقدر يتواصل ويطورها أكثر. اليوم راح يكون هذا جزء بسيط راح نناقش اليوم في نهاية حلقتنا، إنه شلون نقدر نستثمر الفنون والمواهب اللي عندنا بحيث نقدر نديمها ونقدر نستمر بها. صباح الخير عليكم، صباح الجمال. يسعد صباحكم مشاهدينا، هذه حلقة جديدة من صباحكم، نتمنى لكم بداية يوم حلوة وموفقة بنهاية الأسبوع الخميس، وأكيد نتمنى تقضون وقت حلو بعطلة نهاية الأسبوع. عندنا الكثير من المواضيع والأخبار بصباحكم لهذا اليوم، والبداية من آخر وأهم الأخبار بيعدكم خبر. أولى الأخبار من الأخبار الخدمية، حيث أكدت الحكومة عدم وجود أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في موازنة العام الجاري، مبينة أن الوقود الذي يقدم للمواطنين سيبقى مدعوما من الحكومة ووزارة النفط بالأسعار نفسها. الناطق باسم الحكومة باسم العوادي أشار إلى أن الضرائب المشار إليها في الموازنة هي داخلية حكومية بين شركات ومؤسسات وزارة النفط، كما أوضح أن الحكومة تنتظر تحقيق مصفى كربلاء الطاقة الإنتاجية لتعزيز كميات البنزين. إلى هيئة التقاعد الوطنية اللي أعلنت عن قرب إطلاق تطبيق إلكتروني يوفر الخدمات للمتقاعدين للانتقال من مرحلة التعامل بالورق إلى التعامل الإلكتروني. وأشارت الهيئة إلى أن التطبيق سيكون بإمكان المتقاعدين من خلاله الاستعلام عن الراتب التقاعدي وتفاصيل الخدمة التقاعدية، موضحة أن التطبيق سيتم إعمامه على فروع هيئة التقاعد في بغداد والمحافظات كافة. في خبر آخر، حددت أمانة بغداد فترة ما بعد عيد الأضحى موعد لإكمال المرحلة الثانية من عملية تأهيل كورنيش أبي نواس، فيما أكدت أنها مقبلة على تنفيذ أكبر متنزه في بغداد بمعسكر الرشيد. وأوضحت الأمانة أنها مقبلة على جعل معسكر الرشيد أكبر متنزه في بغداد بمساحة 5000 دونم بعد إتمام مخطط وتصاميم المتنزه ووضع الرؤية الكاملة من بلدية الكرادة لجعله أكبر متنزه في الرصافة. إذن من الأخبار المحلية والأخبار الخدمية نروح نشوف أخبار الحالة الجوية ودرجات الحرارة اليوم في نشرة الطقس. مشاهدينا، من الطقس إلى حركة المرور في شوارع العاصمة بغداد لصباح هذا اليوم.
إذن مشاهدينا، للرياضة جانب مهم في حياة الناس، لذلك من الضروري ممارستها على الأقل 3 مرات في الأسبوع. لذلك احنا نروح الكابتن عبد الله ونشوف شنو محضر لنا. صباح الخير مشاهدي قناة يوتيوب بفقرة رياضية صباحية جديدة. اليوم تمارين استمرار هسه راح نصعب التمرين بعد شوية ازيد ابرح نوصل لي فوق 1 2 3 4 5. راح نرجع هنا نبسط التمرين، راح نستهدف المنطقة الاسفل للمعدة اب، راح ناخذ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نسوي سويتش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ناخذ ريست شويه بسيط بين تمرين وتمرين، لازم ناخذ الريست على مود نرجع نتنفس لنأدي التمرين بشكل صحيح. هسه راح نسوي نزيد من صعوبه التمرين اللي اخذناه اب، راح نصعد الرجل اب مترادف، راح نشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نبلش التمرين الثاني على مود استهدفنا منطقة المعدة بشكل كامل، راح نشتغل جانب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ناخذ شوية قصة من الراحة، اشرب مي. طبعا ماكو مش البطل مال مي واشربه كله ما يصير، بس مجرد شيء بسيط على مدرج. اكيد هاي التمارين نقدر نزيد من الوقت مالتها، نقدر نزيد من التكرارات مالتها ازيد من هذا، عنده قابليه ان تمارين تنعاد من 3 إلى 4 مرات. نختم تماريننا اليوم لهاي الفقره ونرجع وياكم الاستوديو. مثل ما عودناكم دائما علي مروان عنده جولات صباحية راح نشوف بيها الناس في الشوارع والأسواق ونصبح عليهم وياهم. واليوم علي ماخذنا لسوق مهم اللي هو أحد أشهر أسواق بغداد، وهو سوق السراجين، سوق اللي ربما صار منسي للأسف، لكن احنا دائما نكون مع تراثنا وتاريخنا. وراح نشوف علي مروان، نقول له صباح الخير علي مروان. يسعد صباحك علي. نعم بلال، صباح الخير عليك، صباح الخير آية، صباح الخير على كل مشاهدي يو تي في. طبعا قبل ما نتحدث بالسوق، بلال انت اليوم بالقميص الابيض طالع تخبل، انا شفته قبل ما نطلع الجو. هذا التنوع حلو يعني عندك ما شاء الله. 1-0 هسه. وموضوع الستره وجواها بدي هم ينكثر لنا منه، هم لطيف جدا. خلينا ندخل بموضوع السوق اليوم. لا لا قبل ما ندخل للسوق، نعم. يعني حبيت الاطلاله اليوم الصباحيه، يعني علي انت تعرف تختار فعلا، لانه هذا السوق يحتاج لهكذا لون قميص يجنن عليك طبعا، وخاصه أشكر. انه محايد لكل الالوان اللي حولك، والتسريحه اللي مسويها هم ممتازه، فاستمر ايضا انت وخلينا نفوت بالموضوع. بلال اكو في النقطه، يعني الجو حار علي مروان مو كافي اسود؟ لا لا الجو كلش حلو لطيف، حتى شمس ماكو. سيد الالوان، سيد الالوان. استمر استمر. اوكي. زين خلينا ندخل بموضوع سوق السراجين. هذا السوق القديم التراثي المهم اللي موجود منذ زمن العباسيين. ابو جعفر المستعصم بالله هو من اقام هذا السوق، بالاضافه الى اسواق موجوده وقريبه من هذا السوق مثل سوق الصفارين وغيره. بهذه الفتره شهدت بغداد ازدهار، ضمن هذا الازدهار كان هذا السوق. بعد فترة العباسيين، في فترة العثمانيين، هذا السوق كان خان يعني المسافرين القادمين إلى هذه المنطقة يأتون إلى هذا الخان تحديدا، المكون من طابقين مثل ما تلاحظون، الطابق الأرضي والطابق العلوي منه.
بعد ما يعني انتفت الحاجة إلى الخان صار هذا المكان عبارة عن مربط للخيول، الخيول موجودة بالطابق السفلي والطابق العلوي حافظ على مكانه ك يعني مكان للمسافرين القادمين إلى بغداد. اليوم نحب نتجول وياكم في هذا السوق، نشوفكم ما موجود في هذا السوق خاصة وهو يعني صار سوق يعني تتركز بأعمال السراجة والسراجين، مهتم بهذا الـ الأشياء من جلود وغيرها من الأشياء الإكسسوارات الخاصة بالجلود، مع العلم أنه بالسنوات الأخيرة ممكن السراجين صاروا قلة جدا موجودين داخل هذا السوق. مهنة السراجة أيضا نقدر نقول أنه اختفت نوعا ما من هذا السوق، لكن ما زال لحد هذه اللحظة بعض السراجين موجودين ويعملون بهذا المكان، صح مو نفس العمل اللي كان موجود سابقا لكن ما زالوا محافظين عليها، خاصة وهي مهنة متوارثة عبر الأجيال بالنسبة لكثير من الناس الموجودين بهذا السوق. خلينا نتحدث مع أحد أصحاب المحال، إذا زميل المصور يتفضل من هذه الجهة حتى يحدثنا أبو ليث، أحد أقدم أصحاب المحال الموجودين وأحد أقدم السراجين الموجودين في هذا السوق. صباح الخير عليك أبو ليث. حفظك الله يسلمك، تكون صاحب العافية. أبو ليث أريدك تحدثنا عن تاريخ هذا السوق، سوق السراجين، شنو كان سابقا؟ شرف بزيارتكم لسي تي في محطتنا. فسوق السراجين كان قبل لحسب ما وعيت به أني وحسب ما أخذت معلومات من القدامى اللي موجودين كانوا عندنا بالسوق. فقالوا انه كان هذا السوق انه في زمان عدم وجود السيارات ورصاص النقل، كانت النقل عن طريق الحيوانات تكرمون. فالسوق فكان مخصص للغرف الفوق للمسافرين والداخل للحيوانات اللي الخيل او البغال او الحمير اللي يجي بحسب المسافر اللي يتنقل بها. فهذا كان داخل. فبعدين من صارت السيارات وسائط النقل فانقطعت عليها، فقام فالجهات المعنيه المختصه به فحولتها الى سوق. فمن بدايه السوق فاول ما انا وعيت عليه من الخمسينيات انه كان اول بها محلات بيع جلود، وعندنا كان حداد ثالث دكان هنا. طبعا السوق بعد محليا انحذفن يعني فلشن، لانه توسيع منطقه الباب السوق او حتى يبعدوها عن راس الجسر، فابتعد محل او محلين شفنا فلشن وسووا لهم جبهه جديده للسوق. فهذا طبعا كان يعني تقريبا اقول لك متكامل من ناحية الصناعات اللي موجودة بيها، الجلد موجود، الحداد موجود، عندنا حتى المواد لوازم السراجة هم كان بالسوق الثاني. أول ما تلوف ثاني دكان كان سهيل الله يرحمه، فهذا سهيل وابنه كانوا يبيعون لوازم السراجة كلها موجودة يمهم، فكنا نشتغل عنه. يعني نقدر نقول انه كان بهويه واحده وهي مهنه السراجين، يعني حتى نعم يعني حتى الحداد اللي كان موجود والمهن الاخرى كانت مرتبطه بعمل السراجين. طبعا كان شتمه نطلب من عنده يسوي لنا الحواشي الحائجه الزينيه مثلا من ازوات التثقيب، نوصف لها مثلا على شكل مثلث بيضوي او مثلا شيك مربع، فنجي حسب ما احنا نحتاجه فنسوي لنا اياها. علاوه على ذلك يقوم بحد سكاكين مكان اللحم من غير او بنفس الوقت كان مثلا نطلب من عنده مثلا شكر الله يرحمه السراج ابو سلام، فهذا كان يصنع السروج، السروج مال السباق والسروج مال الحمل. فكان الحداد الموجود الله يرحمه ابو عوني فكان يسوي يقعد يسوي الاطار مال السرج بالضبط ويخليه هذا. فشفت ابو سلام شكر السراج
طبعا يجي الاطار اللي سواه طبعا يغلف مشان يخلي عليه التريشه جلد ثخينه ويلفها بضماد مثل ضماد شلون ضماد الجرح يلفها دائره مدائره في سبيل حتى من يريد يثبت على الجلد يثبتها على الجلد اللي موجود ضمن اللفه ملفوف بها فالبسمار ينثني على الجلد من خلال اصطدامه بالاطار اللي مال السرج فيطلع السرج مضبوط يعني طبعا الجلد طبعا من يكون طري يكون طري ليش؟ لانه حتى يجي شلون يريد مثلا يقول يتنقع بالماء يخلوه بالماء حتى من يسحبه يجي مضبوط ويجي الهيكل يعني ياخذ هيكل الاطار هذا شان ذاك الوقت طبعا والدي من ضمن الموجودين شان يصنع جنط الملابس من الجلد الطبيعي هذا المحل مال اللي قبالي فكان يعني يسوي الجلد الجنط وهذا باحجام مختلفه وكان يسوي هم نفس الشيء نعمل الاطار العسكري للجيش وكان هم يصنع بعد ما انتهت شغله الجلود وجت الجلود الصناعيه غزت السوق ف وعمت العمال ومشاكل العمال ورجال كبير فانتهى قام توجه على ثاني شغله ثانيه انه عدم وجود الثلاجات والاجهزه التبريد كان يستخدم المطارات مال المي اللي يجي يشتري كتان يقطعه على شكل مستطيل طبق طبقتين ويتخيط وينحط له فوهه يترس منين المي ويطلع من عنده وطبعا الخيط حط له هماتين تعلاقه من حبل هذا شنو هذا هاي يستخدموها اللوريات الحمل اللوريات الحمل هذا يعلقها بالسياره اثناء مسيره فشوي تقليم ترشح مي اثناء الترشيح يورد المي فيشرب البريد هذه الجناب يعني ابو ليث كلها ذكريات جميله داخل سوق السراجين قصص ممكن تكون مو فقط عند ابو ليث عند كل اصحاب المحال الموجودين داخل هذا السوق احنا نشكرك ابو ليث طبعا بقول ما شاء الله هذا يعني طبعا هم رحت للوظيفه من بعد من طلع اثناء ممارستي الوظيفه هم كنت اجي امارس المهنه متعلق بها متعلق طبعا ليش؟ لانه كنت انسق بين عملي الوظيفي هو البيت مثلا عفوا السوق فمثلا اذا دوامي الصبح من الساعه مثلا الساعه 5 يعني كنت بالسكك فدوام السكك تختلف فكنت مثلا من الصبح اجي ورا 9 هنا اجي اشتغل او مثلا دوامي صار مثلا دائره الحجز فاشتغل من دائره الحجز من 4 الى الساعه 8 فاستغل النهار بالعمل هنا ومن طلع التقاعد بعد تفرغت احنا جدا نشكرك شكرا لكل هاي الذكريات والقصص اللي ذكرتها طبعا صارت جزء من حياتنا ما نقدر لان عندي الله يرحم الوالد ويرحم والديكم كان عمره 96 سنه ويجي للسوق كلش بس اشراف عمليه من طين وارد اللي موجود عندنا يقعد هنا عنده كان كرسي شطح من هذا مال اللي على السواحل على البحر يسووه هنا فهو كان يقعد عليه على الشمس وهذا صار الساعه 12 يرحل البيت انه اخناكم لا بالعكس احنا جدا نتشرف فيك وشكرا جزيلا تعبناك احنا اخذناك من عملك وشغلك داخل المحل شكرا جزيلا لك شكرا لك اذا مشاهدينا يعني هذا جزء من القصص الموجوده داخل سوق السراجين سولفنا اياها ابو ليث علي مروان مثل ما تشوفون انه هذا السوق لا زال علي شكرا لضيفك كانت المعلومات حلوه من اجل الحفاظ على التراث العراقي من اجل الحفاظ على كل القصص اللي كانت موجوده في هذا علي المكان. تسمعنا مثل ما تشوفون انواع الاشياء الموجوده من الجلود احزمه حقائب قبل كان فقط يعني مختصين علي اذا تسمعنا مختصين لا الخاصه بالجلود لكن اليوم نلاحظ كثير من الاشياء كثير من المنتجات اللي تتميز بالجوده الجيده وتتميز بالجمال جمال الجلود وجمال كل ما موجود بهذا المكان لهنا نقدر نقول خلصنا جولتنا في سوق السراجين وسمعنا القصص اللي كانت قديما موجوده في هذا المكان
وايضا عرفنا شنو تاريخ هذا المكان، شنو كان هذا المكان وش يحتوي. نعم، شكرا جزيلا علي، شكرا لهذه الجولة الحلوة، وأكيد راح ننتظرك بباقي الجولات. شكرا. بس بالمناسبة أنه هذا السوق يعني حتى جزء علي ما وقت ما سمح له، هذا السوق ما كان بهذه الطريقة قبل فترة أو قبل السنين الماضية. حاليا نشوفه شوية أقل وصار أصغر، وصار هو طبعا هو فرع بس كان عبارة عن جلود، وكل المحال اللي شفناها كانت كلها جلود، هسه شوية قلت وصارت حتى يستخدمون المستورد، كان نهائيا ما يستخدمون أي شيء مستورد، كل شيء كان هاند ميد صناعة يدوية، والجلود كانوا يجيبوها حتى عندهم طرق أهل الجلود يخمروها ويبقوها، ما أعرف شنو الطريقة مالتهم، وتبقى ودباغة وتبقون يصبرون عليها وقت طويل، لذلك كانت القطعة تكون شوية غالية بس مميزة ومختلفة، وأحيانا يجون عليها من غير بلدان حتى يشترون من هذا السوق. إذن مشاهدينا نروح فاصل ونكمل مشوارنا. لا تقتصر الازدحامات والاختناقات المرورية على الطرق والجسور والساحات في العاصمة، بل تتعدى إلى أعقد من ذلك في الأزقة والأفرع داخل الأحياء السكنية، تحولت بعض الشوارع إلى فرعية، إلى كتل وطوابير من السيارات. راح نناقش هذه الأزمة، خليكم ويانا. في أوقات ذروة الازدحامات يلجأ الناس إلى الطرق والشوارع الفرعية في محاولة للهروب من الطرق الرئيسية، لكن سرعان ما يجد السائق نفسه في مأزق أو ربما متاهة، إذ تتحول هذه الطرق إلى ممر ضيق من يخرج فيه لا يستطيع العودة. نرحب بضيفنا من إعلام مديرية المرور العميد محمد الزيدي حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك سيادة. شكرا، صباح الخير. أهلا بك صباحك. اليوم يعني فكرة التوك توك صراحة صارت يعني، أو الدراجات وغيرها من هذه الأشياء، هي صارت تسبب كثرة بالازدحامات المرورية. فاليوم شلون نقدر نخلص الازدحامات من الطرق الفرعية وهذه الطوابير الطويلة اللي صراحة قوة ممكن واحد يمشي بيها إذا بتوك توك وإذا بسيارة؟ صحيح، والله أنا دائما أقول يعني سبب الازدحام هو كثرة المركبات في بغداد. في بغداد 4,600,000 سيارة. نعم. يعني دائما إحنا سوينا إحصائية مع الأخوان في وزارة التخطيط، بتطلع يوميا في بغداد من الصباح الباكر 3,000,000 سيارة، يعني هذا عدد جدا كبير. نعم. لشوارع يعني ماكزيمم تأخذ 600,000 أو 900,000 سيارة، فوين اودي السيارات انا؟ هي مشكله. لكن دوله رئيس الوزراء يعني بصراحه هذا فك الاختناقات المروريه بدينا نلمس هذه الحالات. اولا برفع اكثر من 27,000 الى 30,000 صبه وكونكريتيه، فتح كثير من يعني الطرق والشوارع اللي موجوده من 2003 مغلقه. تعريض الشوارع اليوم، انا هسه كنت يعني اتجول اليوم وقبل مده لدى الشارع، اذا يعني اعطي مثال واحد من جامع براثة بلال الى العطيفيه، هذا كان شارع به اطباء وبه مستشفيات، كان يوسع لي 4 سيارات، اليوم راح يوسع لي 6 سيارات. اذا بهذا التوسيع انا بديت يعني اساعد يمكن الناس واساعد الساحات. ابو جعفر المنصور كانت جدا كبيره، اليوم اخذنا من عندها تقريبا ويا الاخوه من الامانه 4 لاينات، يعني بدات تصغر، اذا تفترض براحتك، اضافه الى يعني الشوارع الاخرى. فهذه واحده من الاجراءات اللي راح تخفف عن حركه سير المرور، والحديث عن الدراجات التوك توك هذا بعدين يعني بعدين نشرح فيه. اريد نعرف ايضا الخطط الاخرى اللي ممكن انه تقلل من يعني الزحام داخل الازقه. بلال، داخل أزقة الحقيقة احنا ما عندنا سيطرة، يعني ماكو دوريات مرور أو موجودة، لكن أنت تعرف كل الأزقة صارت مناطق تجارية. اليوم أنا في منطقتي يمكن الشوارع كلها صارت تجارية، من أريد أروح أوقف أحيانا. زين، هو الشارع بكيفه يصير تجاري؟ موافقة طبعا أمانة بغداد، يعني مو كل الشوارع تجارية. زين، هي غير أكو مثلا أكو دراسة المفروض تصير دراسة. نعم، هم أكو يعني مو
يعني اكو شوارع هي ما مهيئه كان يكون عريض مثلا اكثر من ياخذ الى 4 سيارات او 3 سيارات بمكان للوقوف اذا كانت اسواق او تعرف حتى مجمعات طبيه صارت يعني لذلك الاخوان هذا يعني يقع على عاتق امانه بغداد. احنا كركابه مروريه ماكو موجوده بالشوارع يعني هسه لا سمح الله مصير حادث مروري بالزقه ما نطلع احنا نطلع دوريات النجده لانه تقصير ما يكون ماكو اسبقيه بالمناطق السكنيه. بس تامل الاخوان في امانه بغداد ما اعطي مجال بلال يعني يعني انا شفت قبل فتره استنجدوا الاهالي اعتقد بالحارثيه الداودي والداودي صحيح بالداودي استنجدوا بالمرور اي الداودي فعلا لان صار الموضوع يعني صحيح. خلص ما في سياره حتى البايسكل يعني ما يقدر يفوت اي لا لا صحيح الداودي من التانكي باتجاه زين هذه شلون خلينا دورتين واحده على اليمين واحده على اليسار لانه بيوت موجوده سكنيه ومطاعم هي حتى رصيف ما بيها يعني هي الداودي اصلا يعني شارع الداودي انا دا احكي كمثال صحيح هو ما بي حتى رصيف يعني ولا بي جزره وسطيه صحيح. يعني ما مهيئ نهائي ما مهيئ بس تعرف الأمانة يعني انطت موافقات المطاعم والمقاهي يعني لذلك كان يتمنى احنا استجبنا يعني استجابه كانت سريعه خلينا دوريات موجوده من الصباح الى الصباح يعني حتى اخر الليل يعترض المخرج يقول بي جزره وسطيه والله صغيره هيك القدود هي جزره بي جزره بحيث يعبرون عليها بالمناسبه شوف صحيح يعبرون عليها السيارات وتمام يلتقي هناك دائما لذلك نعم اكو تعاون بين الامانه بس انا اتامل يعني انه ما نعطي موافقه حتى لو راح تتحول اليرموك الاربع شوارع نعم. مثال نعم. اخر نعم. يعني ما ممكن اليرموك اليوم بلال لا تدخل من ساحه الاردن توصل الى مشكله مشكله فعلا يعني حتى الوقوف مع الاسف صار تدري هي 4 لاينات صار على لا يعني الجانب الايسر وهذا يعني جريمه بالنسبه لنا نعتبرها خاصه الوقوف على الجانب الايسر هو مشكله اليرموك محسوبه مكتوب يعني عفوا اسمها 4 شوارع صحيح بس يا ناس ترى هاي الاربع شوارع يعني هي ترى تاخذ حالها حال اي شارعين بالضبط اخرين المقاهي والمطاعم اللي يعني طو موافقات بها لذلك احنا خارج ارادتنا قطيه ايه تحتار بسيارتها لا يعني فعلا قبل فتره كنت موقفه على اليسار مثل ما ذكرت اليسار ممنوع وتلاحقت للمرور للامانه كان موجود بس اليوم الحل شنو احنا اذا نريد هسه حاليا نفكر بحلول ممكن تقلل لنا من هذه الازمه لان صراحه المطاعم صارت هوايه الكافيهات صارت هوايه المؤسسات المدنيه ايضا صارت هوايه ما نقول فقط على المطاعم وغيرها وكل واحد صارت وياه سياره شنو لازم المفروض يصير حتى نتخلص من هذه المشكله والله الباركات جدا مهمه نعم. اليوم اليرموك هسه 4 شوارع انت وانا ندخل بها ما بها بارك والله أنا أدعو كل مستثمر كل شخص أخذ لك فت قطعة يعني حتى لو 500 متر طابة كان أسويها مثل المعلق يصير رائع جدا راح تمتص كل السيارات اللي موجودة ليش أنا أوقف وأحسب حساب أحد الأصدقاء للطرفة قال ذاك اليوم أنا معزوم كنت يعني أعتقد ويا أهله يقول بسرعة أقول لهم أكلوا بسرعة شربوا والله يقول حتى لو ما طالع هواي احسن والله صحيح اي تقول لي قالوا لي يابا خليني اكمل قال لهم نروح نتغرب 50 قلت له اخي ما اوقف هتشان فطرفه يعني شافني قال لي يا معود احنا معزومين كنا وافكر بالغرامه لذلك هذه واحده من يعني الطرفه انه كانت واكو مساحات فارغه تكون حتى هي بديله حتى انا ارتاح حتى بنروح مو شرط المطعم دائره اظل بالي يم السياره والله العظيم يعني لذلك هسه خلي نجي على مساله اخرى اللي هي الدراجات اللي هي اهم جزء من زحامات الازقه يعني انت قد ما تريد يعني تحاول تسوي مشاريع هذا لكن تبقى الدراجات والتوك توك هم يعني داخل المناطق السكنيه داخل هسه بيهم مرات فائده بس كثرتها طبعا بيها مشاكل صحيح. هم عليهم اصلا فاحنا سمعنا بقرار جديد نعم يوم امس بلال يمكن قناه يو تي في اول قناه يعني راح نشرح بيها مجلس الوزراء الموقر اتخذ قرار جدا راقي وجدا رائع يعني اعتبره بصراحه يعني اولا النقطه الاولى اللي كل الناس ايدت منع استيراد الدراجات والتوك توك وكل بكافه انواعها باستثناء ال40 هاي ال40 يعني سالوني لعب اطفال تدخل بلال احيانا تدخل هدايا ويا الحاويات اللي موجوده يعني يجيب شخص فد 10 حاويات بيها فد نص تريلا هاي للاطفال يعني لذلك هاي احنا تدري الاطفال ويستخدموها الشباب بالشباب اي المشكله يعني بس هي ما تسجل طبعا هاي 40 سي سي دون
فهاي منعت منع بات مجلس الوزراء الموقر النقطه المهمه الاولى. منعت شنو؟ كل الدراجات، كل الدراجات والتوك توك والستوتات باستثناء طبعا يعني مو مهم يمكن يعرفها المشاهد للدوائر المرور انه يعني مثلا او الدوائر الامنيه اللي تحتاج هاي رسميه تصير. هاي رسميه الدوله، احنا نكتب نريد مثلا 1000 دراجه نستورد 1000 للعراق، هذه نقطه مهمه جدا. اثنين، منع تجوالها بالشوارع والساحات العامه، وهذه النقطة الأهم. اليوم بلال تروح هسه للشورجة والخلاني البث بهذه المناطق تلقى يعني قطيع كامل من الدراجات والتوك توك، زحم السير، يجي عكس السير، حتى ما يستطيع عليه مرور النوبات، من أوقف أني راح يلوف وينهزم، ما تلحق أنه تاخذه. فهذه نقطة جدا مهمة راح تختفي من الساحات. سمح لها بالمناطق السكانية والزراعية والأزقة والمناطق اللي ما يأثر طبعا، اليوم مناطقنا كلها بيها. هالمرة القرار صارم، صارم جدا، ما طول مجلس ما في مجال ابدا بلا، يعني احنا قبل هم كانت تسويش قرارات بس لا يصير اكو تسهيلات، هسه راح يصير بيها مصادرة. اليوم بالمناسبة ايضا حتى يعرف المشاهد تمدد 3 أشهر هذا القرار مع التسجيل حتى نعطيه مجال، حتى لا يقول طيناك من الشهر الرابع الى نهايه السابع، تقريبا 4 أشهر، 1/7 نهايه الشهر راح نبدي نحاسب اي دراجه موجوده تحجز، ومجلس الوزراء الموقر قال تصادر دايركت الى الجمرك، نفتح فيها دعوه جمركيه. فانت ليش حرامات مشتريها بفلوسك؟ ما اطلع اسجلها ما اطلع. النقطه الاهم هي تسقيط الدراجات اللي شملت بي. يعني قبل ما تقول هاي النقطة، هسه حاليا احنا وصلنا الى مرحلة شوية اللي عنده دراجة هيك خنطل قولتهم، هيك نسوي هسه شوية راح نفرحه بشيء حلو. اكيد يعني اكيد الاشياء الايجابية اللي تقدر تذكرها حتى انه شوية يعني احنا قلنا يعني ان شاء الله ما توصل مرحلة المصادرة، وهو يعني شاب وعلى باب الله يريد يعيش. مرحلة المهمة واللي نفرحه بها ان شاء الله هي انشملت بالتسقيط والترقين، هذه جدا مهمة. اليوم قبل بلال من تشتري سيارة من المعارض حديثة نقول لك روح جيب سيارة سقطها حتى مقابلها، اليوم سقط 3 توك توكات أو الستوتة أو 5 دراجات الاعتيادية أم الإطارين تعتبر سيارة، هذه تعادل السيارة، تعادل السيارة. اليوم أنت 5 دراجات آني وأنت والشباب نجمع 5 نروح، يعني حتى لو بمليون دينار كل دراجة مثلا 250 أنت ما خسران صح. يعني أولا حتى 3 توك توكات والستوتات هذه راح تبدي تسحب الدراجة التكتكات. بعدين منعنا أنه يصير بالشارع قرار الوزراء الموقر إذا رح يصير بالمناطق السكنية، إذا تقريبا رح تتلاشى يعني بعد 1/7 رح يبدي تطبيق القرار. فأنا أعتبر قرار جدا راقي، يعني ما ظلمهم للدراجات، بالعكس انطاهم تشجيع. بالمناسبة شملوا بالقروض والإعانة اللي موجودة، هذا اللي ردت هذه نقطة جدا مهمة. هذا الشيء مهم أنه أنت لما تنطي فد قرار أو تنطي فد شيء ممكن أنه لمصلحة الشارع أو لمصلحة العامة، بالتالي هو إيش قد مهم أنه إحنا نوفر لهم بدائل مع أي قرار، يعني مو فقط صحيح. إحنا نفرض عليهم شيء وهم ممكن يظلون حايرين صراحة صحيح. شنو ممكن يسوون؟ فاحكينا على هذا موضوع القروض. يعني إحنا قلنا من راح يتركن قايتها، يعني من تسقط يمكن راح يبيعها بسعر كذا، هذا اللي سقط راح يشمل بالقروض والإعانة اللي راح تصير. يعني شلون قروض الإسكان احنا نقول عليه، شلون قروض نعطي يعني يشتري سيارة، او لذلك هذا الشمول ايضا راح يشجع يقول لك انا ابيعها حتى اخذ قرض مقابلها يمكن استفاد منه، اشتري حاجة ثانية، أدخل في محل، أدخل في يعني مشروع على الأقل بالضبط. يعني لذلك أنا أعتبره يعني قرار جدا راقي بلال من الوزراء الموقر، وازن بسمع صوت الشعب أنه يقول لك كثير الناس أنه ترى دراجات أذونا، دراجات بدأت تصير بها تعرف تجاوزات، جرائم جنائية، جرائم أخرى، سرقة حقائب البنات، يعني كثير من الحالات اللي تصير. بس من يصير المناطق السكنية راح تنحصر بلال صح، يعني ما راح يقدر بعد يتحرك. احنا يعني خشطتنا معلومات اليوم حلوه ومهمه ان شاء الله. بالنهايه اريد اخر الاخبار سريعه هيك حتى نختم حوارنا. يعني لا زال قرار ويعني مجلس الوزراء موقر ودوله رئيس الوزراء بفك الاختناقات المروريه، بدينا نشوفها بالشارع بلال، يعني برفع الصبات، بتعريض الشوارع، بتقليص بالجسور الجديده اللي راح تصير، يعني قلنا عليها راح تخفف الازدحامات الموجوده، هذه كلها اليوم المنطقه الخضراء 24 ساعه من منفذ واحد هو
شنو 24 ساعة؟ يعني مفتوحة. بلي 24 ساعة يعني دايركت، اللي هو من يم المحكمة الاتحادية نهاية شارع الحارثية. هذا من الصباح إلى الصباح يمكن يعني حتى يعرفون. هذا خبر رائع جدا، يعني يمكن ما حد يعرفه. اي والله يعني هسه مفتوح الخبر 24 ساعة من هذا. نعم. من بوابة الحارثية؟ بوابة الحارثية تدخل دارك وتطلع على شارع المطار، ترجع على أم الطبول. 24 ساعة هذا يعني صار تقريبا أسبوع إلى 10 أيام. احنا نقصد اللي على اليسار، اللي من ندخل من عندها تصير على يسارنا ساحة الاحتفالات. بالضبط، يمنى انت تروحين. اي بس كمخرج من الزحامات اللي موجودة تصير. أي. بدل ما أروح على ساحة النسور دائما الزحام او معرض بغداد، ادخل على هذا من يم ساعه بغداد، يعني من يم المحكمه الاتحاديه. نعم. فهذا راح يخفف من الزحامات. هذه كلها يعني دوله رئيس الوزراء خطوات يفك الاختناقات المروريه والسريع اللي حكينا عليه قبل مده بالحلقه الماضيه، وانا صورت اليو تي في يعني تقرير كامل عليه. هذا مختصر 12 كيلو يدبك ب طريق الزوار بالسريع الدولي. هذه كلها ان شاء الله راح نشوف على المستقبل القريب اكو انفراج ان شاء الله بالالتزام. احنا سعيدين بيك اليوم وكلش نشكرك. انا اسعد اكيد معاكم. اذا يلا قولي. انت تريد تقول شيء؟ يلا. انا لا، انت تريد تقول شيء؟ ابدا انا اريد اخذ، لان مشاكل السياقه ما تخلص والشوارع. الحديث عن قبل ما نختم مع حضرتك ونودعك، الحديث اليوم عن الاختناقات هو بكثير من الحلول صراحه اللي هي صارت تصب المصلحة العامه. شنو ممكن اكو خطوات قادمه تقدر شويه هيك تنطينا بيها معلومات سريعا، على الاقل اخبار حلوه نقدر نقول عليها دي يتم العمل عليها حاليا؟ يعني والله ترقين قيد السيارات طبعا. ايضا منع سيارات هذا راح يخفف. نعم. وضحت انه تعريض الشوارع والساحات وقصها مع الاخوان في امانه بغداد. نشوف حاليا مراحل كل شارع المرحله جدا تخفف في يعني الشوارع. الشارع بدل ما كان 4 سيارات راح ياخذ 6 سيارات. الساحات الكبيره مثل ساحه الفتح يم المسرح الوطني يراد لي يمكن في 5 دقائق الله يفترها. اليوم من اقص هاي الساحه مثل ابو جعفر المنصور راح تخفف تقريبا. هذه كلها اجراءات ان شاء الله يستبشر خير بها، بس يعطينا مجال. ها 6 مجسرات بالمناسبه. نعم. بداوا يبنونها. شلون اللي مقابل مستشفى اليرموك يعني مجسر مقابل مستشفى، هذا تخفف من الزحامات الموجوده. يعني مثلا من ساحه عدن راح يصير مجسر. أي. من يم معمل الطحين ينزل قبل الى الحرية. هذا رائع جدا. صحيح. اريد اروح اني على البوابه اصعد به مباشره، اروح الكاظميه انزل من جوا. شو مستشفى اليرموك. لذلك هذه ان شاء الله بالمستقبل القريب اكيد بجهودكم. شكرا جزيلا لك سياده العميد، سعيدين بوجودك اليوم. شكرا. ويانا. شكرا مشاهدينا، باقين ومكملين وياكم، واكيد نتمنى لكم كل السلامه اثناء سياقتكم بالشوارع. باقين وحنروح الى فاصل نرجع لكم. وصلنا وياكم الى تواصل، راح نشوف شنو الاخبار والفيديوهات اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي. في اول اخبارنا بتواصل، وكان المتداول هو بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلت صفحات على الفيسبوك فيديو يظهر احتراق باص نقل جماعي في العاصمه بغداد. طبعا يظهر في الفيديو الباص على طريق سريع محمد القاسم والنيران تلتهمه، وعلى الرغم من محاولات اطفاء النيران الا انها باءت بالفشل. وبحسب الذين كانوا بالقرب من الحادث فان الحريق سببه ارتفاع درجات الحراره. يواصل الفنان المصري محمد رمضان إثارة الجدل بعد أن احتفل بعيد ميلاده 35 داخل أحد الفنادق، حيث وثق العاملين بالفندق وهم يحملون تورتة مزينة بالذهب والدولارات. وعلق رمضان على الفيديو الذي نشره على الإنستغرام شكرا على المفاجأة في عيد ميلادي. انتقد العديد من المتابعين إصرار رمضان على إثارة الجدل في أغلب المواقف والتصرفات اللي يتبعها، سيما وأن هذه المناسبة تأتي بعد أيام قليلة من تعرضه لهجوم بعد استعراضه لرزم دولارات. خلينا نشوف الفيديو. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
جدا جدا جدا. مفاجأة بسيطة كده حبيبتي والله. هابي بيرثداي. ثانك يو. مبروك على المسلسل والفيلم وكل حاجة. الله يخليك يا رب دايما. الله يخليك حبيبي الغالي، كل سنة وانت طيب. شي بيرثداي يلا حالا بالا بالا حي ابو الفاصل. شي بيرثداي هيكون عيد ميلاد الليلة اسعد الاعياد. شي بيرثداي حي ابو الفاصل. شي بيرثداي. في خبرنا الأخير من تواصل، تصدر النجم البرتغالي كريستيانو الذي يلعب لصفوف نادي النصر السعودي، تصدر التواصل الاجتماعي بعد سجوده على أرضية الملعب عقب تسجيله هدف فوز النصر على الشباب في الدوري السعودي. طبعا قاد رونالدو فريق النصر إلى تحقيق فوز هام بثلاثة أهداف لهدفين، وفاجأ زملائه بالسجود في أرضية الملعب ما دفعهم للتصفيق والتعبير عن فرحتهم. وكريستيانو إلى تأثير مباشر على نادي النصر، وصراحة وجوده كان مهم جدا، ويتمنى أصلا الدوري السعودي أنه يصير أكو استمرار باللاعبين المحترفين مثل كريستيانو. نعم مشاهدينا، من هذا الخبر وهو الأخير بتواصل وأبرز الأخبار اللي صدرت مواقع التواصل الاجتماعي، نروح إلى موضوع آخر. مع تزايد الإصابة بالسمنة في جميع أنحاء العالم، يبحث العديد من الأشخاص عن خيارات صحية عند تناول الطعام خارج المنزل، وأدى إلى ظهور مشاريع الوجبات الصحية سواء من المطاعم الكبيرة أو الصغيرة المختصة بتحضير ما يعرف بوجبات الدايت التي تقدم جميع الأطعمة النباتية العضوية. طبعا اليوم ويانا شابة مهتمة بهذا الشيء وتحب تكون صاحبة مطعم، لكن هي اكتفت بتحضير وجبات النظام الصحي الدايت داخل المنزل وصار مشروعها الخاص. نرحب بزينب نزار، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انت بكيو تي في تعتبرين؟ اكيد. شاركتي بالبرنامج المهم وكان لك حضور حلو ومميز، واحنا بالنتيجه ندعم كل شابه وكل امراه تحاول تاخذ طريقها وتدخل بطريقها لسوق العمل. اريد اول شيء اعرف انت صارت عندك تجربه بسوق العمل، شنو رأيك بسوق العمل العراقية اللي اليوم ما شاء الله بها مليانة بالشباب والطاقات؟ طينا رأيك بالدخول السوق. أهلا مرحبا. بالبداية أنه من خطيت خطوة أنا تقريبا من كورونا، فترة كورونا أنه كنا قعدنا وماكو أي شغل أو شيء، أنا خرجت إدارة أعمال بعيدة كل البعد عن الطبخ وغير شيء، بس من البيت حاولت أدخل هذا المجال اللي هو الطبخ. يعني أي بنية تقدر تمتهنها، وما بيها عمر، ما بيها أنه يحددك ذكر أو بيها أي شيء، أي تقدر تعترف بها. فبديت أنه من داخل البيت أحضر وجبات جي. كانت وجبات طبيعية يعني عادي. وراها صنحت لي الفرصة أدخل مشروع، دخلت مشروع شيف، حاولت قدمت حالي حال اي حلو بنيه عاديه وانقبلت، قدمت وجباتي وهاي وانقبلت الحمد لله. من 30 وصلت المرتبه الخامسه الحمد لله، شكرا بالموسم الاول ما شاء الله. اي وكان تجربه كلش كلش حلوه، قوت معلوماتي ويعني بطريقه احترافيه. الدايت الدايت وراها انا عندي اخت مريضه بمرض مناعي زين، اي فالتغذيه كلش مهمه بالامراض المناعه، جميع كل الامراض. نعم. فالغذاء كلش مهم، يعني نصف الدواء الغذاء. فاحنا اذا اوكي ناخذ دواء وعلاج ومستمرين بامراض مزمنه كيمياوي، هذه اذا مو غذائك صحي 100% كل شيء هذا راح يروح. زين. فقمنا نركز انا وياها تقريبا بالبيت ندرس على شيء على الغذاء، على الاكل الصحي. ما كان الوزن يعني ما كان الهدف من عنده ننزل وزن، بس كل ما هو يقل الوزن صحه، الضعف صحه، والسمن هو مرض يعني بالاخير هو مرض السمنه. فبدينا شويه شويه نشيل نسوي بدائل، الاكل الدهون نستبدلها مثلا الزيت العادي نستبدله بزيت زيتون، الشكر بدينا نقلل حبه حبه الى ما وصلنا تقريبا بدون سكريات، النشويات بدينا نقللها بشويه بروتينات او شيء. فصارت شلون اللايف ستايل مال بيتنا تقريبا كله، لان انا عندي وراها تقريبا هو مرض مناعي يعني جيني وراثي، اخويا هم صار نفس الشيء، فصار اللايف ستايل مال البيت انه هو خلاص مجبورين
تقريبا بس انه بضارة النافعة. نعم. اي تقريبا البيت. الاكل الدايت او الاكل الصحي هواي ناس اليوم تفكر هي فقط تطلبها يعني من المطعم او اونلاين مثل ما احنا نقول دائما. تحضير الاكل الدايت بالمنزل او بالبيت يحتاج هواي اشياء مثل ما نعرف هو يحتاج هواي اشياء يمكن ما موجوده بطبخنا العام او اهلنا ما متعودين عليه فنضطر نشتري ونتسوق. هذا الشيء صار سهل بالبيت انه يتحضر؟ مثل ما قلنا انه هو هسه حاليا البدائل الصحيه كلش هوايه باي ماركت تشوفين بارت مخصص تسعر بالدهن؟ لا هو حتى الدهن اكو بارت يعني اكو مثلا زيت جوز الهند زيت كل انواع الزيوت وبنكهه كلش نقدر يعني نستقبلها. نعم. المنكهات الطبيعيه. نعم. نقدر نحصل الطعم الطبيعي اللي متعودين عليه احنا كعراقيين نحب اكلنا يعني. ايه. نقدر نحصله باكل صحي اكو زي. بدائل هوايه ومتوفر باي ماركت وصار قسم صحي ودايت يعني. صح. وهم الاسعار مو متفاوته كلش كبيره مثلا احنا كنا نقول مكلف الدايت راح هو اكو احنا اذا ما ردنا نبالغ يعني هو الانسان اذا اراد يسوي دايت بطريقه طبيعيه ما راح يصير مكلف بس اذا راح للمبالغه لتفاصيل معينه اكو تفاصيل غاليه اكيد يجوز تصير الوجبه مكلفه بالنسبه له ممكن يعني مثلا اكو اعتقد اشياء تتعوض انت اعرف يا ريت تحكي لنا عليها مثلا انا ما اعرف كلش بس مثلا هاي الكينوا ما اعرف زيت الفستق ما اعرف هذه تعتبر اللوز وطحين اللوز اعتقد هذه شوية مكلفه يعني صح اشياء بعد ثانيه صح وصعبه تحضيرها بالبيت أي. وما تطلع بالنكهه المطلوبه. نعم. بس اكو لها مثلا احنا الكينوا مو ضروريا اوكي اجيبها واسويها مره بالاسبوع او مرتين بالشهر مو مكلفة يعني هو كله يعني ما أذكر أسعار وهي كمية كلش قليلة تسوي أقدر أستبدلها بالبرغل. نعم. هي نفس البرغل أقدر أستبدلها يعني مثلا أكو ناس الكيوي مو كيوي عفوا أفوكادو 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 غالي على هواي ناس هواي. ناس ما تقدر تسوق أفوكادو مرة بالشهر وين أكل لا أكو بدائل أكو بدائل كلش هواية أكو بدائل تعوض الليمون النعناع الجوز أصلا به هواية الجوز الطماطة نفس الشيء كلها إي الخضروات الخضروات أني أقدر مثلا أسوي أني السلطة مثلا كذا يعني سعر الصير أقدر أسوي سلطة جرجير بالإيد أصلا بدون لا هوسة وأخلي الحبتين جوز علمينا هسه علمينا اي يعني هي سلطه الجرجير بها فوائد كلش كلش طبعا مرض يا ست ايه ترى مو عبالك ايه يعني هذا اللقاء هذا الحوار كله من ورا خشمها لان اصلا مقابله نهائي بهذا الكلام لا للامانه انا كلش احب هذا الاكل والسلطات وهذه الاشياء بس انا انسانه ما تسمن يعني تمام فاكل براحتي هاي بس هذا ما يعني اكل نعمه هاي نعمه اكو ناس تختلف جينات من شخص لشخص هرمونات اكو شخص السلطات انا اعتبرها هي لازم تكون موجوده يعني مكمله ويا اي طبق ويا الدايت واذا ويا بالضبط الاشياء الطبيعيه او المطبخ احنا مو بس سلطات احنا نقدر مثلا وجبات مثلا نسوي برغل مثلا نسوي وجبه او شيء سولفينا عن وجبه معينه سوينا وجبه وهسه ايه؟ انت قاعده حتى الناس يلزمون ورقه وقلم ويسجلوها هسه مثلا انا يعني هاي خلينا نحضر غدا هسه مثلا انا اكثر يعني الاكله المفضله عندي هو دجاج بالفطر زين وياها تمن بزل او مرات برغل زي. حتى بالبيت يعني هاي اكلتنا تقريبا بالسبوع مرتين او شيء برغل خشن ونحط له هذه الماجي او بالزبد زبد حيوان شويه نحط له زبد وراح تطلع نفس الطعم صار البرغل صار البرغل دجاج صدر دجاج مقطعه نحمسه شويه هيش نص خاشوقه الزبد ويا المنكهات شويه ثوم وشويه كاري شويه فلفل اسود بابريكا وعلى صفحه نخلي الفطار الفطار وياه ووراها مثلا انا مرات احط طعم الجبن نحبه واكل جبن هواي صحيات هواي هواي صحيات اخلي الشدر هم انا سعراته قليله اخلي الشدر اموع شويه وشويه حليب راح يصير لي بديله الكريمه اكو ناس تحب الخبز شنو نوع الخبز اللي يكون ويا لا لا ماكو الخبز خبز احنا حاطين هذه الاشياء هسه احنا حاطين حاطين برغل حطيت يعني لا لا الخبز لا ما هسه حاليا اذا دايت ما يصير في خبز لا موجود هسه موجوده مثلا اكو ناس وزنها يصير اكو ناس وزنها مو كلش عالي اكو ناس وزنها مو بس الخبز هذا عدو خبز الدايت اكو خبز الشوفان اكو خبز اللوز موجود توفر بالاسواق الشوفان واللوز نعم الشوفان واللوز بسعر يضاهي سعر الخبز العادي بس اكو ملاحظه اللي هي عفوا يعني لان هاي من الاطباء ومن اهل المخابز مستحيل مستحيل يجيك شوفان 100%
بس لان ما تنخبز خبزه الشوفان ما تنخبز ولا خبزه اللوز يحط لك طحين ويحط لك شويه شوفان بس بدل ما سعرات كامله نص سعرات لا تفرح هيك افكر بها ان نص السعرات بدل ما اني 100 اخليها 50 زين صح لو لا هيك اقنع روحي خلينا نسولف ايضا على المكملات الثانيه اللي هي تكون مع الطبق شنو ممكن يكون اكو ممكن عصير هو ناس تفضل اليوم عصائر الخضروات ايضا وعصائر الفواكه شلون بدك تتعاملين وشلون بدك تحضرين العصائر شوف العصائر هو هسه احنا اذا يعني اذا هسه نعرفها فاكهه الفراوله زين كلش مسموحه بالدايت لانه أيوة سكرياتها صح ما تاذي فانه اسوي لي سموثي اجمد الفراوله صح. حتى سعراتها قليله سعراتها قليله وحلوه حلوه أيوة. واسوي لي سموثي فراوله وعصير راضي عن نفسي وقانعه وبدون سعرات قليله البرتقال همين سعراته شويه تعتبر قليله ليمون فيتامين سي يعني فيتامين سي ليمون ونعناع همين هذا نطلبه بالها نقدر نحلي بالستيفيا ظرف ستيفيا راح يعوض لهم سعراته قليله وهم يعني ينطيني طعم والليمون راح ينشال طعم الستيفيا قبل ما نختم اريد اعرف شنو اقتراحاتك للسناك شوف انا شوف الخبره بالحديث بالاكل رجاء لا هي تعرفين شنو سوت ايه هي شافت انه لازم نحكي بالدايت لازم بالضبط. فقالت لك الدايت خلي احكي بيه بس احكي بيه ثانوي نعم. سناك يعني شيء بسيط بس الاكل ذاك يبقى انا ذاك اليوم سويت هسه تقريبا الميكرويف موجود بكل بيت خلينا نقول او القلايه الهوائيه ذاك يوم انه ملتزمه شوي التزمت فمقلله الكربوهيدرات ومقلله النشويات ومقلله السكريات زين فموزه بالبيت موزه إيه؟ ابرشها بالموزه بالشطل وياها خاشوقه كاكاو زين وبيضه زين اخلطهن كلهن إيه؟ كلهن بروتين احنا متفقين إيه؟ اخليها بكاسه زجاجيه خليها بكاسه زجاجيه إيه؟ وسكر ستيفي شويه حلبي خليها بالمايكرويف ثلاث دقائق طلعها شو تصير سوفلي وطعم الموز ولا اكو طعم البيض ولا موجود انا والله. راضي عن نفسي وماكل سوفلي والبيض صفار و خليها البيض كاملة كاملة راح تستفاد قيمه بروتين موز طبعا شكر كاكاو ما نعيدها بس موز وبيض موز وبيض وخاشوقه كاكاو وكاكاو كاكاو بودر هذا البودر وهاي عندنا صراحه حتى هاي سجلها احمد هادي ان هو وخطيبته دا يسوون دايت يحبون من يقعدون كانوا قبل يشربون مشروبات غازيه هسه يريدون يسوون اشياء يعني دايت هسه احمد اوكي الامور والمهيتو نقدر نسوي مثلا المشروب الغازي استغنى عنه بالمهيتو هذا المي الغازي العادي اخلي له وياه ليمون ونعناع وهمين شويه سكر ستيفيا راح يصير له مهيتو حلو هاي بالبيت كل الاشياء احنا كلش سعيدين بيك انا لسعد نتمنى لك كل التوفيق شكرا وان شاء الله كل مشاريعك ناجحه شكرا ونشوفك اهم شيف بالعالم شكرا جزيلا زينب نتمنى لك كل التوفيق مشاهدينا نتمنى لكم يوم يعني بهوايه اطباق حلوه وتحبوها واهم شيء تكون صحيه جاعت. اهم شيء تكون صحيه فعلا بلشت افكر بهوايه اشياء نروح الى فاصل نرجع لكم اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. تفصح الموسيقى عن تلك الاشياء التي لا نستطيع الحديث عنها ولا نقدر السكوت عليها، كما يقول فيكتور هوغو، ابقوا ويانا وحديث حلو وسماع ممتع ايضا. الفن يمتلكه كل انسان. كل انسان عنده جانب فني معين وطبعا يتباين ما بين انسان واخر اللي يحب الموسيقى، الرسم، الكتابه، الشعر، كل انواع الفنون. لكن النقطه المهمه اللي يعاني منها الفن نفسه صاحب هذه الموهبه وصاحب الفن شلون يتعامل ويا الفن اللي يمتلكه؟ شلون يقدر يحول هذه الفنون اللي يمتلكها الى جانب مهم بحياته، جانب بمردود مادي يقدر يخليه يستمر بهذه الموهبه بدون ملامه الناس، لان انتم تعرفون الناس تلوم الفنانين باخذهم
لهذه الموهبه يقول لك انت اخذت وقتك كله بهذا الفن وعفت حياتك وانت سوين وعايف كل شيء وملتهي لي بالعزف وملتهي لي بالرسم. لا، هنا لازم نحكي على هاي النقطه المهمه. لذلك اليوم عندنا مثال مهم لشابه قدرت تصنع من موهبتها يعني صراحه صناعه حلوه وقدرت تسوي لها اسم مهم باختصاصها. اليوم ويانا زهراء الوندي، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. سعيدين بيك والله. اني همينة والناس انت هواي ناس يعرفوك بالامسيات بالحفلات بالمؤتمرات، انت تكونين حاضره صحيح ولك وجودك، بس اليوم راح نحكي اكثر عن زهراء. نبلش، اريد اعرف شو وقت بلشتي انت؟ شو وقت بلشت؟ تقريبا كان عمري 8 سنين. بلشت اعزف، يعني رحت بوقتها الموسيقى والبالي، سويت اختبار. طبعا تشكوش ما اعرف، يعني تدري بهذا العمر يعني لحد الانسان يوصل لحد عمره 15 سنه هو ما يكون واعي على اي شيء يسويه، يعني الاهل هم اللي يوجهوه. فكانت والدتي هي حابه هذا الشيء انه انا يعني اعزف وهيك تفاصيل. فرحت اصلا ما ادري شنو الاختبار، ما شنو يعني ما تعرف ليش انا جايه هنا، حاطين بيانو، حاطين ما ادري شنو التفاصيل هيك، قاع او مدرسه وما ادري شنو. فاني قعدت قالوا يعني سوي نغمات ورانا، اختبار يعني هو مال اذن موسيقيه. اوكي، قعدت اسوي الحركات وراهم، قالوا هاي قومي. فانا كنت اكو همين هوايه يعني، واخويا همين كانوا وياي. ف قدرتي تفوزين وتختبرين؟ اي نسبة النجاح كانت انه 80، لو 80 يعني فول هاي الدرجة. اوكي، فاخذت 80، ما اعرف شو ليش اخذت 80 وكلها فرحانة ما ادري، لحد ما يعني انه بديت اداوم بالمدرسة. والدتي قالت لي كمان خلص كمان، يعني هاي مش الموضوع، وبديت يعني ادرس وعلموني بالمدرسة. بس الحديث راح يكون حلو وياك وممتع، لان هواي ناس هي شايفتك على ارض الواقع بس هم ما يعرفون. فقبل ما نكمل الحديث لازم نسمع شيء انت محضرته او انت تحبين انه تسمعينه. يعني زين، انا راح اسمعكم شيء يعني عزفته جديد. اوكي، واول شيء اعزفكم. يلا طبعا المعزوفه اسمها، المقطوعه اسمها بغداد، يعني هي مقطوعه بغداد اسمها. حلو. اريد اعرف زهراء شلون خطيتي هاي الخطوه انه تستثمرين بالعزف؟ يعني هو شلون جتك هاي الفكره؟ يعني هو عنده اي شيء يخليه بباله يعني يسوي. اول شيء الحواجز، انه انا يعني كنت استحي مثلا احكي، حتى احكي ويا العالم. زين. فبعدين قلت لا، شنو اللي يمنع يعني انه انا استحي احكي بس ما استحي اعزف؟ اوكي يعني لا اعزف تمام. فقلت انه انا لازم اطلع، انا ليش دا اعزف بس بالبيت وخلاص هاي يعني شو وبعدين؟ صح. اي، فقلت لازم استفاد منه، اذا ما استفادت منه ماديا فاستفاد منه غير شيء، يعني الناس تحب هذا الشيء فاقدم لهم اني هاي التفاصيل. فبديت يعني تقريبا، هي سبحان الله بعد الله من يريد يوفق احد يوفقه. فبوقتها كان اكو يعني شو اسمه بوقتها يعني حفل المزفاف. وكانوا جايين من امريكا، وتدري عايش بامريكا وهاي التفاصيل عندهم عادي، عندهم هاي الطقوس. اي، فرادوا بوقتها عازفه مال كمان تعزف لهم. فا اوكي، يعني كان الموضوع انه سلو. يعني من اختارك؟ يعني كان استاذي هو كان يدرسني ورا ما طلعت من المدرسه. طبعا كان هو يدرس، استاذ حسين فجر، قدم له تحيه. طبعا هو اللي استاذك حسين فجر؟ ما شاء الله، يعني هو اللي خلاني. تحياتنا للاستاذ المهم، الاستاذ حسين فجر، اللي صراحه
هو من الناس المهمين اللي وضعوا لمسات مهمة للناس ما تعرفها. صح. وضعوا لمسات مهمة بالموسيقى بهذه السنوات الأخيرة وحتى بالموسيقى وبالية، مدرسة الموسيقى وبالية هو حاليا يديرها بشكل مثالي وبشكل ملفت. فضل كلش هو علي، لأنه أنا كنت ما أعرف يعني مثلا أكو بالموسيقى أكو شيء اسمه غربي وأكو شرقي. أوكي. الغربي ممكن أنا يعني أنت تسمعني وهاي بس تمل. أيوة. مستحيل الكلاسيكي ملل. على فكرة الاستماع زهرة أريد أعرف أنت ابنك شنو تحب، بغض النظر أنه يعني لازم اللي يعزف كل شيء يسمع، بس أنا أريد أعرف أنت ذوقك وين يروح، وين تحبين تسمعين من تقعدين الصباح أو من تريدين هيك خلاص تصفين، شنو تسمعين عدا طبعا أدائك بالتمرين وغيرها؟ صح. شنو تحبين أنت؟ يعني أكو ألحان تصير مميزة، يعني هي بغض النظر عن كلمات الأغنية أو يعني اللحن هو اللي يخلي الواحد أنه هيك أكو إحساس جوا داخل. يلا عاد عزفين هاي الأشياء المميزة. أعزف لك على الأشياء. يلا أوكي. أعرف إيش قد عندك رغبة إنه أنت تتعلمين آلة أخرى لو أنت عندك خلص اعتزاز وعنصرية تجاه آلة الكمان بالحب طبعاً وبشكل إيجابي. أنا يعني بالبداية كان يعجبني أتعلم هو آلات، لأن الواحد ما يعرف يسوي شيء على كل شيء يريد بنفسه. فأنا بالبداية والدتي قالت لي لا كمان إذا تركزين على شيء. والدتك عازفة شيء؟ لا خريجات مسرح. ها ما شاء الله. فكانت هي قدام اصلا ويا اساتذتي فكانوا يعزفون وهاي فهي تحب يعني. ممتاز. فقالت انه اذا تركزين على الكمان. صح اختصاص. اي بعدين من تقنين اله الكمان راح تقدرين تعزفين على اي اله ثانيه هو نفس الشيء. فهو هذا اللي صار وهسه حاليا والله يعني احب اعزف الات يعني بيانو مثلا هاي التفاصيل احب اعزف. زين انت حاليا بعد ايش تتمرنين؟ طبعا منو يمرنك؟ حاليا يعني كاستاذ وفي تفاصيل لا بس ايه. انا انه اقعد اطلع اغنيه اسمعها واعزفها اي ايه. يعني قويت السماع مالتي استاذ ايه. حسين هو اللي قوى لي اكيد يعني كنت انا اعزف بس نوطه على قولته انه انت كنتي اله هسه هسه روح بيها اي يعني هسه الحلو بيش طبعا زهراء الحلو بيها انه هي مو كلش تسوي كوبي بيست تضيف من عندها روحيه صح. بعزفها للاغاني للاشياء احنا نريد لان الوقت ضيق نريد نستمع اكثر حتى الناس يستمتعون بعزفك. سعيدين جدا بتواجدك اليوم ويانا ونتمنى لك التوفيق
ونتمنى لك النجاح دائما، وانت بعدك في بداياتك الحلوه واللي تحرصين دائما وتقدمين الافضل بيها. شكرا لتواجدك اليوم ويانا. شكرا على الاضافه الحلوه، وسعيده كلش انا اليوم كنت وياكم وقناتكم الحلوه همينا. انت جميله وتستحقين النجاح ان شاء الله. شكرا لك. اذا مشاهدينا نقول لكم مع السلامه. مع الف سلامه مشاهدينا.